بهذه المناسبة كنحتفلوا بعيد المرأة 8 مارس، كنقدموا لها وردة لأنها هي وردة، وراء كل رجل امرأة، لولا المرأة ما كاينش الراجل، لأن الراجل دائما في الضياع، إلا ما كانتش بجنبه المرأة ما كاين والو. أنا كبائعة ورود كنبيع الورد للعيالات للجميع. بغيت نتمنى لها السعادة والصحة والعافية وسيتو سيتو اليوم غديتي ليها الورد، شنو الورد اللي كيعجبها؟ لي غوز، لي غوز اون غوز. المرأة راه كل عام اختي هاد المناسبة راه كل عام كنديروها، جاري بها العمل. المرأة اللي كتسال الورد راه كيدو لها الورد وكلشي، كلشي الناس كيشريو الورد اليوم. اليوم عيد المرأة، شنو تقول لها؟ نقول لها مبارك هاد العيد وسنة سعيدة عليكم كل عام إن شاء الله وأنتم بخير، نتمنى لهم السعادة والتوفيق. تنتمنى المرأة المغربية واحد المسار جميل، وتنتمنى المرأة تحاول تثقف راسها وتهتم باللغات، واللي مزوجة تهتم بوليداتها. قلتي اليوم قلتي الزوجة ديالك شي حاجة، خديتي لها شي حاجة؟ بصراحة خديت الراسي، أنا خديت الصبر ديال الراسي، أنا قلت لك أنا محتفل اليوم براسي و364 هي العام كامل، خديت نسيبتي البارح واحد قرعة الريحة. أما الزوجة راه أنا ها الهدية ديالي هي هذه. لا ما قلتش ليها والو، لأن حنا عندنا الطبيعة ديما أيام ديالنا عيد ميلاد.